خلاص ده مقلب، ده مقلب، ده مقلب، تعالى ده مقلب، تعالى ده مقلب، مقلب ده مقلب، مقلب اه دي شافوه، ده دي شافوه، دي شافوه، ده اللي هو القشطة، القشطة قول دي شافوه كده، دي شافوه، ده مقلب وده برنامج، وانا اسمي محمد ثروت والفقرة دي اتسجلت، لو عايز يذيع قول ذيع، ماشي، وبرنامج اسمه محدش فاهم حاجة، ماشي، انت فاهم حاجة؟ لا ديجافو، ديجافو قول قول ديجافو للكاميرا كده، ديجافو، لا عايز بقى يعني نيرف، ديجافو، انت عارف يعني، انت عارف يعني نيرف اللي هي القشطه، القشطه عبيد المواطن حتى بعد ما كشفنا وهو صايب بقى كلام بطلع على كتفك وطلع امسك دي، امسك دي خلاص 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 ده مقلب، تعال تعال ده مقلب، تعال ما تخافش ما تخافش ما تخافش، ده مقلب، مقلب يا عم تاخد اللي تاخده، لا لا مفيش مفيش بيت بلبيب، هو في واحد بيبيع عروض بلبيب وانت جد قوي، ادي له بلبيب وادي له بيضه يا عم اعلى الكلام، طيب وانت داخل جد قوي، ده ياخد بيضه داخل رمضان وده ياخد بلبيب، يعني الشكل مع اخوه، اخو الصغير على رايك، بس هو يقول له خد اللي انت عايزه، والله العظيم والله انت على دماغي، خلاص خلاص لسه ما مش فاكر ان هو مقلب، لا انت تقريبا مش انت، مش انت، مش انت الفقره دي اتصورت، مذيع مذيع وسام، طيب انت صح، انا ما حدش فاهم حاجه، ما حدش فاهم، انت فاهم حاجه؟ لا ولا انا، انت خرجت من السجن امتى؟ السنه اللي فاتت لو حابب نذيع قول ذيع، ذيع ذيع ذيع، ماشي ارموهم بره.